حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وأيضا بعد ما طرحنا اللغز الأول اللي كان هناك إجماع على أن اللغز سهل، ولكن الأحدان بصباح الكبيسي وأيضا الكنترول أبو حمد كان لهم رأي مغاير لآراء النخبة الموجودين معنا في هذه الحلقة. معنا راشد. راشد ولا عبد الله؟ معنا أول اتصال من راشد. مرحبا يا راشد. مرحبا أبو حمد. يلا حية. الله يبقيك. إن شاء الله أنك وصلت الحل. إن شاء الله إن شاء الله نقول إن شاء الله. عطنا رمعتك. الجوال إيه؟ ولا التلفون الثابت. بيض الله وجهك يا راشد، ولكن لا والله مو بالجوال. إذا متبقي معنا في البطارية 2500 ريال، ومعنا أيضا اتصال آخر من عبد الله. مرحبا يا عبد الله. هلا والله. يلا حية. الله يلقيك. إن شاء الله أنك ركزت على اللغز. إن شاء الله. الرمع السن. 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 إيه. السن له رأس. لا بالله مو بالسن. إذن السن أيضا رمعة ما هي في مكانها. متبقي معنا في البطارية 2000 ريال. الحين 2000 الوسط. لا لسه ريال. لا لا 2000 ريال. لا زال في السهم. لا 1500. لا زال 1500 وسط. رمعتين. نعم. نعم. سهل ورمعتين. باقي رمع. لا باقي رمعة. أجل أجل الصعب. أجل الصعب وش له؟ 1000 و1000. طيب أجل الصعب وش له؟ الصعب 1000 ريال. طيب حاسس كلخ. لحد الحين عندنا 2000. لو الحل ب 2000 ريال احنا لحد الان في مجال السهل. سهل. لو نحل ب 1500 اللي هي نص 3000 ريال صار وسط. صح صحيح. يبي يمشيها على رايه هو رفيقك. انا اقول الرمعه الاولى سهل، الثنتين الثانيه وسط، الاخيرات صعب. سمع عشان توزعها كذا. هذا رايي انا. رايك مش مهم. طيب خلينا نشوف راشد. انا حر. خلينا نشوف راشد. مرحبا يا راشد. يا راشد. يا راشد. طيب قطع الاتصال مع راشد. يعاود المحاولة مرة أخرى وإن شاء الله يتواصل معنا في هذه الحلقة. إذن رمعتين كانت خارج إطار اللغز تماما. سهل راح. كانت بعيد ما راح السهل. السهل ما راح. عندنا 3000 ريال. نص 3000 ريال. 1500 ريال. إحنا لازلنا في مجال السهل. وإن شاء الله نحل بالفين ريال ويكون سهل. وإن شاء الله يعني يروح بالفين ريال. أنا ودنا يروح بالفين ريال الحقيقة. يعني 1500 سهل يروح 500 وسط، 1000 ريال صعب. يا اخي انت شلون توزعها؟ اوزعها يعني يمكن افهم. اوزعها نص 3000 ريال كم؟ 1500. يعني هذا الوسط ولا مو وسط؟ اذا حل وراح ب 1500 ريال معناها هذا اللغز فعلا كان وسط وراح بوسط. قصدي يا ابو تامر يقول لك ان 3000 يقسمها على ثلاثه. نعم. احنا لو وسط وصعب وذكر. لا احنا ما نقسمها بالطريقه. لا لا هي مقسمه اصلا. لا لا هو يبي هو يوزعها بطريقته الخاصه. هو الوسط عنده يختلف مثل الكرت. يعني 2000 ريال صارت وسط. 2000 وسط. 1500 وسط. انا اول مره ادري ان نص 3000 ريال 2000 ريال الوسط. ابو حمد الوسط ما بلغ. هذه جديده. جديده ابو حمد. هذا الوسط ما بلغ. صدق المثل اللي هو لانه قاسم الصعب والسهول. يعني ثلاث رمعات سهل. ثلاث رمعات. لا ثلاث رمعات سهل ورمعه واحده وسط ورمعتين اللي هي الوسط. خلاص الأخيرة. صعب بس احتج كان طريح الحب. طريح الحب وحاضي بطريقتك. احنا بالنسبه لنا هذه قاعدتنا وهذا نظامنا. ايش رايك ابو محمد؟ لا صح. ايش رايك ابو عبد الرحمن؟ كلام ما يحتاج. طيب خلونا نشوف راي جاره. ايش رايك يا بس عمر؟ هو راي ثاني لانه هو حتى عنده كرت ازرق كروت مو كرتون. يعني كله انا يقول يقول كرتون مو ب كرت ازرق. هذا والله ابو محمد ضد القروض ما ادري ايش علوم. طيب ناخذ اتصال من ام عبد العزيز. مرحبا ام عبد العزيز. هلا. يلا حيا. الله يبقيك. رام عبد اسم عبد العزيز. والله حسب الظاهر انها فصول الاربعه. الفصول الاربعه. ايوه البرد والحر. الحر والبرد والصيف والربيع زحلاويه كلها. يعطيك العافيه. ما قصرت يا ام عبد العزيز، ولكن احنا نقول يا ويش رجالا وانت قلتي الفصول الاربعه. الفصول الاربعه ما هي برجال واحد. لا فصل الشتاء السؤال على شيء. هي قالت الفصول الاربعه. اي قالت واحده. الفصول الاربعه تحمل راح الوسط المسمى. عموما الحين باقي معنا وسط. الحين وصلنا لمرحله الوسط 1500 ريال ومعنا من؟ علي. مرحبا يا علي. الله يرحبك. يلا حيه. هلا علي. الله يبقيك. رحمتك يا علي. انا عندي رمعه ولا انا متاكد منها. هاتها وعليك اللي ما تضيع. يا اكيد بتصيدها بتخطي. هي الشيب. الشيب.
خلنا نسأل بالرحمه. لا بالله ما بيض الله وجهك يا علي وما قصرت. ويا ويش رجالني يروح هو قصده السواد والبياض. ولكن ايضا دخلنا مرحله والله انا يعني الصعب تعالي الحل دخلنا مرحله الصعب مثل ما قلت لنا اللغه الصعب له مكانه وفعلا اللغه الصعب والله حلوه صح وتامر. يعني اللغز يحتاج الى استيعاب ويحتاج الى رميعه. يعني قال الشيب يا ويش رجال ظهر تالي الحل. يعني ايش تالي الحل؟ تالي الحل يعني تالي الوقت يبقى خل عمره. لكن يعني اول الوقت لا اول الوقت ما كان فيه شيب. انا بقول لك تالي الحل يعني في اخر الوقت. هو يتكلم على عمر الانسان نفسه. على عمر الانسان صح هو يتكلم على الوقت. هو يتكلم على عمر الانسان. انا اشوف انه راكب على الشيب بس انا لو تبع الاشطر الثانيه ما ولا يشوف لكنه ينافس اخوانه كذا ممكن انه يوصل يبعد عن الحل. عموما يبعد عن الشيب الشطر الاخير يبعد عن الشيب. الاخوان قالوا اللغز وسط ابو حمد و الأحزان من الصباح ايضا ابو محمد قال اللغز سهل وابو عبد الرحمن وابو سعيد. انا الوحيد اللي قلت اللغز صعب لاني كنت متاكد من اللغز صعب. وايضا اعطيتهم اشاره على واحد من اشطر ابيات اللغز انه هو اللي راح يبعد. انا ما قلت صعب؟ لا قلت صعب. قلت انت قلت لك في شيء راح يضيعهم؟ صحيح والله ما يضيع الرميعه والله. لكن لا لا انا يعني انا شخصيا لغز صح هو ما قصر اللغة الصحيح وتفصيله. ولكن هم يمكن راحوا لمنحة آخر. راحوا احنا باقي معنا 1000 ريال في البطارية. راحوا على ما في راس ان شاء الله. وهو في راس. هو في راس ايه. لا ما في راس يعني لا ما في راس. عموما باقي معنا 1000 ريال في البطارية ولا يضيعكم. يقول في راس. هو ما في راس. باقي معنا 1000 ريال في البطارية ان شاء الله. ايضا يجينا نشيط. انت اكثر واحد عارف منه مفكر. إن شاء الله يجينا واحد ولا واحدة ما عندي إشكال. بس همشينا محلون اللغز. معنا أم نورة. مرحبا يا أم نورة. يا أم نورة مرحبا. يلا حيا. الله يبقيك. رام عدس يا أم نورة. بس الله يجزاك خير. عطنا اختيارات. لا اختيارات للغاز ما في اختيارات. هذا مو بأمرح وربح. هذا لغز يا فكرتي وسجلتيه ولا في واحد يمكن ماسك نزراع عند الرام عدس الصحيحة. عندك صراحة معه ولا تخلينا اللي بعده؟ طيب أمهم تعيد اللغز؟ إيه ولو أو هو والله يقول يا ويش رجال ظهر تالي الحل مكان رجال ترك له مكانه ما فيه راس ولا له يدين ورجل ما أدري عن اليمين ولا يشوف لكنه ينافس أخوانه اللي مثله اللي الله الله رمى تزمنه. عند القمر الصناعي؟ إيه لا بالله ولا القمر رمضان غير صحيح. 500 ريال باقي معنا في البطارية. 500 ريال أيضا. القمر الصناعي كان بعيد كل البعد عن مسار اللغز وأيضا عن أشطر اللغز. أنا أتمنى الحقيقة أنكم ركزتوا أكثر وأنكم حاولتوا توصلون للحل. عموما إحنا عندنا بطولة الخليج في الشحانية أبو محمد في نهاية شهر 11. أصلاً لو جات بيكون فيها منافسة وبيكون لو مسك الخط واحد من هالشحانية كان حل اللغز. طيب لكن الخطوط لو جانا أحد من وين؟ من الشحانية. من الشحانية؟ من الشحانية، في من الريان، في من الوكرة، في من الخوف، كلهم إن شاء الله. لا خصوصاً يعني لو من الوكرة واحد من هالشحانية ممكن يحل اللغز من الدشة لهم هذا المجال. طيب مني معنا؟ راشد معنا. مرحبا يا راشد. مرحبا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا. مرحبا الله. شكرا بالخير. الله يمسيك الله العافية. مرحبا وسهلا. رام عندك يا راشد. نقول الريال الله يسلمك. ليش؟ الريال الريال. لا بالله ولا الدينار. الله يسهل. إذن يا راشد ما هو بالريال. فضت البطارية. فضت البطارية. ما فيها ولا ريال البطارية. ختمها لنا راشد. بيض الله وجهه ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في الحلقات القادمة. الجواب هو الراكب الآلي. اللي نحط على المطايا سباق. الريس ولكن يمكن أنا كان عندي تعقيب على أن ما فيه رأس أبو محمد. والله طال عمرك أنا أشوفه من بعيد. أنا والله ما نبخش فيه لكن أكيد أن اللي قال اللغز أنه من هل الهجن وأنه بخش فيه ولا ما كان قاله أعتقد يعني. وأنا والله ما نبخش فيه ما بعد يعني شفته لكن أنا أشوفه من بعيد كأنه ما فيه رأس. لا فيه راس صغير. فيه راس. راس صغير. فيه راس صغير ولا له ولا له رجل. لكن باقي اللغز طال عمرك يشفع ما فيه راس. يقول لك ولا له يدين ورجل هذا صحيح ولا يشوف.
فما دام انه قال لك ما فيه راس ولا يدين ولا ارجل فمعناته انه مثل المخلوق ولكنه مو مخلوق، هذا يستوعبه اللي يقول. وبعدين ولا يشوف معناته ما له نظر، ما يشوف، اي معناته انه مشابه للانسان، هذا بما معنى صاحب اللغز يبغي ذكاء، طريقه ذكاء ودخول على اللغز، ولا يشوف ولكنه ينافس اخوانه. اللغز والله حلو، ينافس اخوانه ومكانه، رجال ترك له مكانه اللي هو الركبي، البيت الاول يعني البيت الاول روعه ويحد على البيت الاول يا ويش رجال ظهر التالي الحلو الحل وهو يعني فعلا تم تغيير لا اكثر شوي تم تغيير فيه في الريس، كان اللي يركب اولاد عاديين صغار، وبعدها قالوا حفاظا على الاولاد وسلامتهم صار هناك الراكب الالي اللي يستعمل في السباقات، سباقات الهجن. فيا ويش رجال ظهر التالي الحل، مكان رجال ترك له مكانه اللي هو التبديل بين الانسان وايضا الراكب الالي، ما فيه راس ولا له يدين ورجل ولا يشوف لكنه ينافس اخوانه اللي معه في مسار الشوط. اذا الحل كان هو الراكب الالي، ولكن نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في اللغز الثاني. الحقيقه الاجماع على اللغز سهل، ولكن ابو حمد والحتان قالوا اللغز وسط، والله لا طلع وسط ولا طلع سهل، اللغز كان صعب، ونتوكل على الله ونطرح لكم اللغز الثاني. استعدوا لكتابة اللغز الثاني أبو حمد. اللغز الثاني يا أبو ثامر المشاهدين الكرام، أنشدك عن رجل تحت الأرض مدفون، أنشدك عن رجل تحت الأرض مدفون، يذبح ولكنه على ذبح سنة، يذبح ولكنه على ذبح سنة، أمه لها لونا وياتي على لون، أمه لها لونا وياتي على لون، دمه زكي فيها الحرارة امكنه، دمه زكي فيها الحرارة امكنه. انتهى اللغز. دمه زكي فيها الحرارة امكنه، أمه على لون وياتي على لون، أمه على لون، أمه لها لون وياتي على لون، نعم دمه زكي فيها الحرارة امكنه. طيب اذا هذا هو اللغز الثاني مشاهدينا الكرام، ان شاء الله انه يكون سهل، وان شاء الله انكم تقدرون توصلون للحل. اتوقع ان الاحزاب يقول اللغز هذا صعب. وسط مصر إذا الأحدان يقولوا اللغز وسط. أبو سعيد وش يقول؟ والله أنا أقول صعب. أبو سعيد يقول اللغز صعب. يا أبو سعيد أنا أقول صعب، وجهة نظري أنه صعب. طيب أبو عبد الرحمن صعب اللغز صعب؟ نعم. أبو عبد الرحمن أيضا يقول اللغز صعب. أبو حمد أقول سهل. طيب طيب يقول الكنترول يقول اللغز سهل. ابو محمد ايش يقول؟ وسط وسط. نعم وسط. اذا ما في اللي قال سهل واحد ابو الكنترول ابو ثامر يقول اللغز سهل، ولكن بجيك ابو حمد، ولكن ابو الرحمه يقول اللغز وسط، ابو عبد الرحمن يقول اللغز صعب، أبو سعيد يقول اللغز صعب، لحدان يقول اللغز وسط. إذن عندنا سهل، اثنين وسط، اثنين صعب على مستوى اللغز المطروح. أبو حمد الأسبوع الجاي بشتري لي مسجل وشريط. طيب عشان أسجل صوتك إذا قلنا صعب ولا سهل ولا شو بعطيك. طيب الحلقات موجودة وتعاد على الهواء مباشرة، وأيضا تنزل في المواقع على الشبكة العنكبوتية. أبي نفس الوقت على طول. انت يعني تعيد علي على طول شلون؟ اي إيه اذا قلت انت لا انا قلت لك انا قلت اللغز الاول انا قلت صعب ترى. خال ما اقدر اقول لك شيء. لحدان قالها تحت الهواء. شو تضحك يا ابو صباح؟ ايش السالفه؟ انا ما قلت انه صعب. انا قايل لي ابو محمد قبل لا نطلع على الهواء قال لا تغير رايك. صح انا بالنسبه لي ما غيرت رايي. بس انا قلت حشر مع الناس عيد، لكن ما قلت صعب ولا سهل. عشان كذا ابغى اشتري مسجل. لا لكن بالنسبه للغز الاول انا كنت انا قلت انه صعب فعلا وكان صعب، لكن اللغز الثاني انت تقول سهل. سهل ان شاء الله. والله ما انت تقول وسط ابو محمد؟ اي نعم. تشوف انه وسط اللغز ذا؟ والله وسط يعني وسط، لا ما في ذيك الصعوبه العاليه لكنه مو سهل. لكنه مو سهل. لا لا سهل وسط مو سهل يعني صعب يعني. لا لا اقول لك مو بسهل وسط يعني. يعني اللي مو بسهل يصير وسط؟ لا يعني في يعني في مجال صعب وفي مجال في صعب وفي سهل، السهل هو اللغز المكشوف. والوسط؟ الوسط اللي فيه نوع من الصعوبة. فيه نوع من السهولة متوسط. يعني صعب. لا وسط وسط يعني سهل. أنت تقول في نوع كذا وفي نوع كذا. أقول لك وسط. طيب وش هو أقرب له؟ للصعب ولا السهل؟ للصعب. يعني مو بسهل، يعني مو بسط، الوسط مو بأقرب لشيء، يعني صح.
يعني 50%. أنا أقول لك شلون تقول لي أقرب للصعب؟ أنا أقول لك وسط. لحظة، أنا قلت لك وش هو أقرب لك، قلت لي للصعب. أنا أقول لك يعني معناها نسبته أعلى من نسبة 50%، يعني صعب. شلون تقول وسط؟ لا، أنا أعطيه 50%. 55. تعطيه 50% وأنت تقول أنه أقرب للصعب أبو محمد؟ 55. 55؟ الخمسة بيني وبينك. صح. إبداع. شو رأيك أبو عبد الرحمن؟ اللغز اللي صعبه الشطر الأخير. اللي صعبه؟ الشطر الأخير هو اللي صعب اللغز. دمه؟ نعم. لا والله أنا اللي صعبه الشطر الأول. الشطر الأول؟ نعم. لا حول ولا قوة. أنت الحين تقول وسط، بتقول اللي صعبه الشطر الأول. هو اللي خلاني أقول له وسط. لو الشطر الأول ما هو موجود كان قلت سهل. وأنا أقول لك لو الشطر الأخير ما هو موجود كان قلت لك أسهل لغز. من حق انا ايد ابو عبد الرحمن. من حق شرايك ابو عبد الرحمن؟ كل واحد. انا الشطر الاخير هو اللي صعب اللغز. أنا الاول لا الاشطر كلهم صعبتني اللغز. وش هي الاشطر كلهم صعبتني اللغز؟ والله يا ابو سعيد انك بعد على طرف صواب، لكن اللغز تركيبته حلوه. اللغز تركيبته حلوه لكنها يبي لها حريف. لها تفكيك. يبي لها حريف، يبي لها تفكيك. ابو صباح، ابو الهلال. انا اقول صباح ابو الهلال. ابو صباح وصول. أنا أقول لك هو البيت الأول. إيش فيه؟ هو اللي مخليه الوسط. بتأيد أبو محمد. أي نعم. إيه لأنك تقول أنه قال لي تحت الهواء ما حد يغير رأيه. قال لا تغير. قال تغير رأيك. إذا قلت وسط خلك وسط. إيه خلك وسط. إيه. قال قلت وسط خلك وسط. أما هو يقول اللغز هذا وسط وأقرب بنسبة 55%. إيه إيه أنا أول مرة أشوف وسط. إيه. وهذا يقول لي ما في وسط، الوسط 2000 ريال. لا الربع اليوم عندهم آراء غريبة صراحة. إيش رأيك محمد؟ لا صح. وش هي صح؟ يعني نقول وسط، فمثلاً لما تقول وسط، وسط يعني بين الصعوبة والسهولة. فلما تسألني تقول لي إيش أقرب، ما دام إنه وسط، أقرب للصعوبة ولا أقرب للسهولة؟ فأنا أقول لك أصعب أقرب للصعوبة. أنت الحين تبي تقنعني أن 55% وسط؟ لا أقرب للصعوبة بخمسة، خمسة ريال. خمسة ريال؟ والله 5%. ابو ثامر هذه جديده. اقرب 5 ريال يعني اقرب 5%. لا انا حديت علي غلط. انا بجيب لك. لا والله متعمد. الحين 150 الوسط فيها وين؟ 50 الاولى ولا ال 75؟ لا لا 150 75 يعني الوسط. هذه نصها 75. طيب هذه طيب هذا الوسط فيها. لا انت ما تقول 50 100 150. ابو حمد بسمح لي دقيقه. ابو حمد انا ماني برد عليه الرجال هذا، مو مقتنع وين الوسط من الصعب من 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 السهل. انت اللي رد عليه يقول 150 وين الوسط فيها؟ 75. طيب والنص وين؟ النص وين؟ 75 بيضرب وجهك. وش الفرق بين الوسط والنص؟ طيب انا بقول لك الحين عندنا 6 رمعات. طيب 6 رمعات ابغى تقسمها لي. لا ما لها علاقه. لا ما لها علاقه بالتقسيم. ما راح تسمع يعني مثل اللي ياخذ المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث. فهمت علي؟ يعني تقول لي والله ثلاث رمحات. انا عندي خمس مراحل. هذا مجال. انا عندي خمس مراحل. ايوه خمس مراحل فقط. تمام. ايوه الاول والثاني، المرحله الاولى والمرحله الثانيه هذه سهوله. طيب, طيب وصلت هذه الثالثه شي قال لها اللي هي قاسمه بين السهوله والصعوبه. وسط. فهو الوسط. أيوة. بعدين نطلع على الصعوبه. طيب. واضحه السلم موجود يا اخي. الوسط معروف 1500 ريال بالنسبه للبطاريه. انا عارف اتكلم عنه. البطاريه نصها 1500 ريال هذا هو الوسط. لو انحل 1500 معناها اللغز مستواه وسط. طيب. خذ نص الجائزه. ايوه لو انحل ب 3000 ب 2500 خذ اعلى مستوى في الجائزه معناها اللغز سهل. سهل. لو خذ اقل من 1500 ريال 1000 ريال خلاص. انا اقول لو انحل 2000 او 1500 وسط. لو انحل ب 1000 لحظه يعتبر صعب. ابو حمد لو انحل ب 2500 او 3000 يعتبر سهل. سهل صح ابو حمد. احنا صارنا سنه. اما بتقولي والله ال 3000 و2005 هذه كلها. طيب احنا صارنا دورتين نقدم البرنامج برنامج رمعه وتوك اليوم طالع في مساله الوسط والسهل والصعب. ايش بقيت عندك؟ انا غيرت هذا معند غيره. عندنا اتصال. عندنا اتصال من ابو خالد ناخذه. مرحبا يا ابو خالد. يا ابو خالد. ابو خالد يمكن قطع الاتصال مع ابو خالد. ان شاء الله انه سهل يا ابو خالد. ان شاء الله باذن الله انتصر على الربع باذن الله. يقدر يعاود الاتصال مره اخرى ابو خالد ويتواصل معنا. مني معنا الحين معنا محمد. مرحبا يا محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا مسهلا.
الله يرحب بك، مسي عليكم بالخير. الله يمسيك بالعافيه. مرحبا وسهلا محمد. والله ضيعتونا في ذا اللغز الالغاز دي كلها. افا لا، هذا اسهل من السهل. زين، انا عندي تعقيب على اللغز الاول. ايوه اللغز الاول انتهى يا محمد. خلاص كلام فيه. عندي تعقيب عليه بس. تفضل. ان الراكب له يد، اليد اللي تضرب المطيه فاليد صوت هي اليد يعني ذراع. طيب يد. رايك ونحترم على كل حال بس محمد حلقه. هلا والله. هو قال ما فيه راس ولا له يدين. له راسه. طيب انت خل مساله الراس، نتكلم على اليدين. هو قال ولا له يدين، يعني ما له يدين اثنين، له يد واحده يمكن. صح. ولا طيب. يمين. طيب ورمعك على اللغز هذا. والله اقول النفط. ليش النفط مدهون؟ النفط لا بالله. لا اذا بيض لوتك محمد على ابو الغاز على هذه المداخله، وباقي معنا 2500 ريال في البطاريه. معنا ايضا اتصال اخر من مبخوت. ابو حمد مرحبا يا مبخوت. مرحبا ومسهلا. يلا حيه. الله يرحب بك الحمد لله. الله يسلمك. رمعتك يا مبخوت. رمعتي طال عمرك عود الراك المسواك. صح تستاهل. صح لسانك تستاهل. انتصرت على الربع. اذا اللي يقولون صعب تستاهل 2500 ريال. مبخوت تستاهل خير. لبيك لبيت حاج يا رب. شلون وصلت شطر الخير للمسواك؟ وش الشطر اللي دل على انه عود الراك؟ لان عود الراك طال عمرك هو العرق الراك اللي مدفون في الارض فعلا، ويقطع السكين يعني. فعلا هذا هو. الله الله. ولونه يختلف عن لون امه. نعم بيض الله وجهك يا محمد. اشكاله خضراء وهو بني. وهو بني صحيح. فعلا بيض الله وجهك يا مبخوت، وتستاهل 2500 ريال. افرحتنا والله بهالمداخله، وفالك التوفيق ان شاء الله. تستاهل يا مبخوت. تستاهل. هي صحيح. طيب نتوكل على الله. فعلا وصل للحل، وقدر ايضا انه يفسر لنا حل اللغز. نتوكل على الله ونطرح اللغز الثالث المشاهدين الكرام. اللغز الثالث يا ابو ثامن المشاهدين الكرام يقول اسمه بدون نقاط ينطق مكرر. اسمه بدون نقاط ينطق مكرر. طيب ومعروف ان من اول وذا الحين. طيب ومعروف ان من اول وذا الحين. وليا قسمت الاسم صار اسمه اقشر. وليا قسمت الاسم صار اسمه اقشر. فيها الضرر يا كم قتل من ملايين. فيها الضرر يا كم قتل من ملايين. فيه الضرر يا كم قتل من ملايين. إذا هذا هو اللغز الثالث مشاهدينا الكرام. إن شاء الله أنكم تقدرون أيضا توصلون لحل اللغز إذا كتبتوا. إذا كتبتوا راح إن شاء الله تفوزون معنا، مثل أيضا ما فرحنا أخونا مبخوت بمداخلته وأيضا فاز معنا ب 2500 ريال. إن شاء الله أنكم تفوزون به 3000 ريال باللغز الثالث بإذن الله. أنا بعطيكم مجال تفكرون أكثر، أو بنعطيكم مجال تفكرون أكثر في حل اللغز. وبننتقل معا إلى عازف الربابة علي بن دهمة ناخذ جرة. حاضر إن شاء الله. والله عندي هذه الأبيات للشاعر المرحوم بإذن الله عمير بن عفيشة الله يرحمه، من الشعراء ومن الأسماء المعروفة. صحيح. يقول أنا البارحة ما مسيت يوم الدلوه ينود. الله. أغني بصوت يسهر اللي توعابه. أغني وأنا ما بي طرب غير لي مقصود. أزيد الحزين اللي سواتي على ما به. أساهر نجوم الليل لو كان مال يفود. هني الذي يرقد ونومه تهنابه. تهنابه الله يرحمه. ظهر نعطيها مستمعين أو مشاهدينا على المنكوس، لأن أكثر مشاهدينا يرغبون على المنكوس. توكل على الله. يطلبونه. ما أكل منك طيب، ما جاء منك طيب أبو سعيد. سلمت. طب فالك إن شاء الله. سلام. سلام. من قال. سيت يوم الدين
السلام. السلام. صح الله لسانك، والله يرحم شاعرها عمير صح ابن عفيشة، بيض الله وجهك ابو سعيد على الجره الطيبه، والله ليهينك ووجهك ما قصرت والله، بيض الله وجهك حتى الكلمات ايضا الله لها وقعها الخاص. هذا اللي خلاني احط نداي طريح الحب. الله يكون هذا الرجل كان يعاني من نفس معاناته. الله يجعلك تواجس. اذا مشاهدينا الكرام بعد ما سمعنا جره الربابه من عازف الربابه علي ابن دهمه بنطلع معكم فاصل وبنرجع نواصل حديثنا وناخذ اراء محللينا عن مستوى الالغاز. فاصل ونواصل.